زوار ومتتبعو موقع الجديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر لحلقة جديدة من حلقات مشاكل التعليم. وكنطرقوا فيها مشاكل التعليم بطبيعة الحال في المغرب. وفي هذه الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا المستجدات ديال الحوار اللي باقي كيتعقد مع الحكومة، وما عرفناش هذا الحوار هذا حتى لين. ملي كنقولوا حوار خص يكونوا عنده أهداف، شنو هي؟ إيجاد الحلول في أقرب الأجال، أقرب وقت. أمر كيتعلق بتعليم عباد الله، تعليم في بلاد، الأمر كيتعلق بالتعليم في المغرب، في المغرب كامل ماشي فشي مدينة. وغنبقاو نهضروا على حوار بحالكم دبدب، راه خصهم يسدوا عليهم في واحد البلاصه 3 ايام 4 ايام لا ماكله لا والو، تلقاو الحل لهذا المشكل ديال التعليم. ماشي كيتعلق بشي حاجه اللي تافهه، راه التعليم راه مصير ديال الوليدات، تساوي مصير ديال البلاد مستقبلا. ومع ذلك كنشوفوا الامور غدا الى الحضيض. معنا في هذا الحوار او الندوه الاستاذ ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابه الوطنيه للتعليم ديال سي دي تي كداشا، وعضو اللجنه التقنيه للنظام الاساسي. استاذ ناصر مرحبا بك. شكرا سي حكار على الاستضافه، مرحبا وتحيه للمتابعين والمشاهدين الكرام، مرحبا. شكرا على قبول هذه الدعوه. وقبل ما نبدا نطلب من الاخوان انكم في اطار دعم هكذا برامج، وفي اطار ايصال المعلومه لاكبر عدد ديال المواطنين المغاربه متتبعين ولا غير متتبعين، لان الامر كيتعلق بوليدات المغاربه كاملين، لان هذا امر هو وطني، كل شيء باغي يعرف وكل شيء باغي يشوف في نوصلات المستجدات. وكاين اللي كيقول لك ما عندناش يعني دي سورس، يعني مصادر رسميه اللي غادي نقدروا نوصلوا من خلالها المعلومات توصلنا، يعني المعلومات على اش واقع وفين واقع كل واحد واش كيقول لينا. اذا مادام كاينين اخوان كيثيقوا في الجديده نيوز كيثيقوا في عبد ربيه، كنطلب منكم الاخوان بارطاجيو، لان ما يمكنش لينا نقولوا شي حاجه الا اذا كانت صحيحه ومدققه ومبحوث عنها من العين من المنبع. البدايه مع الاستاذ نعناع، غادي نطلبوا منه غير واحد المقدمه بسيطه على الصفه ديال عضو في لا سي دي تي وكذلك في اللجنه ديال النظام الاساسي، اللجنه التقنيه للنظام الاساسي. التعريف ديال هذه اللجنه هذه، يعني شنو كان الدور ديالها، وهذا عاد ندخلوا في الموضوع اللي احنا مجتمعين عليه. تفضل استاذي. شكرا سي حكار. هو نبدا من نشكر على المتابعه لهذه القضيه ديال التعليم اللي هي رقم طابت حل الموقع، متابعه ديال التعليم اللي هي قضيه اساسيه وجوهريه بالنسبه لنا، قضيه مجتمعيه مهمه للمغاربه كاملين، مهمه لنا كذلك كنقابه وطنيه التعليم. الى رجعنا للادبيات ديال النقابه وطنيه التعليم كنلقاو بانه الدفاع عن المدرسه العموميه هي اولى الاولويات، وقلبها بطبيعه الحال الدفاع عن المصالح الماديه والاجتماعيه والمهنيه للنساء والرجال. بغي نقول كذلك نحييك، لانه علاش؟ لانه ماشي هذه الحلقه الاولى اللي غادي دير على التعليم، بل هي حلقات كثيره وتواصلتي تقريبا من مختلف الاطياف، لا الفاعلين النقابيين ولا غيرهم، من اجل تسليط الضوء على هذا الوضع. هو كذلك يمكن نحيي حتى الحركه التعليميه اللي كاين اليوم على مستوى الساحه، اللي رد استطاع ان يعيد الى بغينا نقولوا
المسألة ديال التعليم، القضية ديال المدرسة العمومية أعادها للنقاش المجتمعي، وهذه مسألة بطبيعة الحال اللي كانت غابت لسنوات، على اعتبار أنه وكأنه بقات المدرسة العمومية وكأنه اللي معني بها هما العاملين في القطاع وأيضا النقابات إلى آخره. اليوم مهم جدا كذلك حتى المجتمع، مختلف أطياف المجتمع تتابع وتنتظر وكما كنقولوا تتابع كل التفاصيل، أصبح حتى تتحدث عن وضع المدرسة العمومية في بلادي. نبغي نقول كذلك بأنه اللجنة التقنية، عودة للسؤال ديالك، اللجنة التقنية هي لجنة انبثقت بطبيعة الحال اتفاق 14 يناير 2023، اللي من بين المطالب ديالو كسمعني صح كارياك؟ نعم أستاذي. طيب قلت الاتفاق ديال 14 يناير من بين النتائج ديالو، من بين النتائج ديالو بطبيعة الحال معالجة بعض الملفات الفئوية، لكن أساسا الجدولة ديال اجتماعات خاصة باللجان التقنية اللي خصها تنكب على الإعداد التفاصيل والمضامين ديال النظام الأساسي، لأن في الاتفاق ديال 14 يناير كيبقى اتفاق عام، اتفاق حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، لكن التفاصيل ديال النظام الأساسي بطبيعة الحال هي اللي غادي تجي في إطار أستاذ اللجنة. ناصر، أستاذ ناصر، نعم دور تليفون دار الجهة الأخرى. صافي اي سير، دخلت واحد المكالمة، داكشي بس سولتك واش صافي، مزيان سمعتي. مزيان مزيان دابا. قلت هذه اللجنة التقنية من أجل الإعداد ديال المضامين ديال النظام الأساسي، لأنه اتفاق 14 يناير هو اتفاق حول المبادئ العامة المؤطرة له، واللي فيها بطبيعة الحال هذا النظام الأساسي، كاين واحد الخانة خاصة بالنظام الأساسي موحد، موحد اللي خصو يخرج في القريب، وبطبيعة الحال تشكلات اللجنة فيها النقابات الأربعة الأكثر تمثيلا الموقعة على الاتفاق ديال 14 يناير، وفيها كذلك مدير الموارد البشرية آنذاك كيترأس كذلك واحد الوفد اللي كاين في الوزارة. وبطبيعة الحال اللجان التقنية كلما تقدمت في عدد من القضايا وبقيت بعض القضايا الخلافية ترفع إلى اللجنة العليا اللي كيكون فيها الوزير مع كتاب العامون ديال النقابات التعليم الأربع الموقع على اتفاق 14 يناير. دونك هنا مهم جدا نديروا هذا الفصل ما بين اتفاق 14 يناير وما بين النظام الأساسي الحالي. اتفاق 14 يناير اللي وقعنا عليه ماشي هو النظام الأساسي الحالي، التنزيل ديالو حنا جايين ليه نشوفوا كيف ما الذي حدث ونحن ساهمنا في الإعداد لهذا النظام الأساسي في مختلف الجولات ديال هذه اللجان التقنية واللجان العليا كذلك. شكرا أستاذ على التعريفة المهم، قرباتنا بعد شوية من هذه اللجنة، لأن العديد من الناس كيتسائلوا على هذه اللجنة هذه، واش كان الدور ديالها والسرية إلى آخره. أول في البداية بغينا نعرفو أش كانت المخرجات ديال اللقاء اللي كان ما بين المحاورين والحكومة في يومي الخميس والجمعة، على الأقل في اليومين هذه، يعني فيما هو على علاقة بزيادة في الأجور أو ما يسميه البعض بتحسين الدخل. طيب مهم جدا انه نأكد بانه ولا غير ندقق في هذا المعطى نتاع انه هذه الايام السابقه اللي فيها الاربعاء والخميس والجمعه كان الهدف من هذه الاجتماعات هذه، اولا بعد الاجتماع كان مع الوزير المنتدب لدى وزيره الاقتصاد والماليه المكلف بالميزانيه، اجتماع معه والطاقم ديالو بطبيعه الحال من اجل التدقيق في الكلفه الماليه لهذا النظام الاساسي. ونبغي ناكد بانه في الحقيقه راه ماشي النظام الاساسي اليوم، راه حنا ماشي غير في النظام، احنا امام واحد التراكم ديال مجموعه ديال الملفات، بعضها قبل 2003 ضحايا النظامين 85 83، بعضها ضحايا النظام 85 2003، بعضها كذلك ظهر بعد نظام 2003، والبعض ظهر في السنوات الاخيره. هنا كاين تراكمات ديال الملفات واللي عندها بطبيعه الحال اسقاطات ماليه، وكاين قضايا اساسيه جوهريه في النظام الاساسي وعلى راسها كذلك، وهذا مطلب ديال الحركه النقابيه وديال الشارع اليوم، ديال الزياده في الاجر،
زياده في الاجور. بطبيعه الحال ملي كنقولوا زياده في الاجور هذا خصنا غير نوضحوا هذه المساله ديال زياده الاجور تحسين الدخل. الاجر يتكون من راتب اساسي ومن تعويضات. ملي كنقولوا تحسين الدخل اما غنقيسوا في الراتب الاساسي اما غنقيسوا في التعويضات، واما كذلك يقدر يكون عبر المراجعه الضريبيه كذلك، هذا باب او مدخل من المداخل ديال تحسين ديال الدخل. دونك هذا هو، هذه الايام كان النقاش حول هذه القضايا هذه. حصل تقدم، الى بغينا نقولوا تقدم ولكن غير محسوب، واحد العديد من الملفات الفئويه، ولكن فيه واحد النوع من التقدم على ما كان سابقا وعلى العرض اللي كان السابق. لكن اليوم طبيعه الحال العرض على مستوى الزياده اللي غادي تهم جميع نساء ورجال التعليم فما كانش كترقى الانتظارات، لذلك تأجل النقاش للغد والبعد غد بحول. ملي ذكرتيو هاد النقطة ديال الزيادة في الأجور ولا الهضرو على ما هو مالي، فهنا نبغي نسولو بأنه واش في هاد الحالة نقدر نقولو بأن الاحتقان الحالي واش هو غيكون والد اليوم ولا هو تحصيل حاصل ولا هو نتيجة ديال تراكمات؟ لأن ملي كنجيو نشوفو بأن الشرارة انطلقت وبدأ الحديث على بزاف ديال الأمور، إذا نقدروا نقولوا النظام الأساسي كان هو القشة اللي قدمت صدر ظهر البعير. شنو كيبان لك أستاذي؟ هو صحيح غادي صعب نختزلوا ونقولوا الديل راه هذا الاحتقان اللي واقع اليوم هو نج فقط على شي حاجة آنية، هو احتقان اللي ممتد، وإلا قلت بأنه بعض الملفات والمطالب الفئوية تمتد لما قبل 2003 وبعضها لما بعد 2003، وملفات اللي كتهم بطبيعه الحال الاوضاع المهنيه والاجتماعيه ديال النساء بالمختلف الفئات نتاعها. اذا هذا الاحتقان ناتج عن تراكم، ناتج عن عدم ايجاد حلول لهذه الملفات المتراكمه، خصوصا في الحكومتين السابقتين، لانه اخر اتفاق اخر زياده كاينه في الاجر كانت ديال 2011، واخر اتفاق استفدنا منه ولكن في الوظيفه العموميه بشكل عام ماشي فقط في التعليم، قضيه ديال الحصيص، القضيه ديال التثقيف وغيره. دونك هذه قضايا اللي من 2011 لليوم ما كاينش ملفات قويه تم حلها، الى استثنينا ضحايا النظامين والى استثنينا كذلك الملف ديال الزنزانه سعود اللي في المرسوم ديال 2019 حسمناه مع هذا السلم التاسع في التعليم. اذا هذا ناتج على تراكمات، لكن النظام الاساسي المعيب واللي خرج في الجريده الرسميه بدايه اكتوبر 6 اكتوبر اعتقد الجريده الرسميه، هو القشه كما كنقولوا اللي قسمت ظهر البعير او اللي هي التي افاضت الكاس. معناه انه هذاك الانفراد ديال الوزاره التربيه الوطنيه باصدار هذا النظام الاساسي بهذا الشكل هذا دون الاخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا كحركه نقابيه اللي رفعناها بطبيعه بالمناسبه، راه ماشي وحنا نناقش النظام الاساسي عاد بدينا كنوجدوا ملف مطلبي، راه ملف مطلبي راه ممتد. بغينا انه في اول جلسه ديال الحوار مع الوزير الحالي في منتصف اكتوبر 2021 استدعى الكتاب العامون لواحد اللقاء مباشر، يعني بعيده التولي ديال المسؤوليه ديال الوزاره، فقدمنا له وثيقتين بالمناسبه كنقابتين تعليم. الوثيقه الاولى فيها رؤيتنا الاصلاح الممكن، اي اصلاح ممكن للمنظومه ديال التربيه والتكوين، والوثيقه الثانيه فيها ملف مطلبي فيه 26 ملف مطلبي، 26 ملف مطلبي اقول اللي طرحنا ليه، وكل هذه الملفات المطلبيه بطبيعه الحال عندها بطبيعه الحال تبعات ماليه. للاسف انه الوزارات المتعاقبه الحكومات المتعاقبه تهربت من اصدار نظام اساسي، اولا نقدر نقول اول مره اللي طالبنا بنظام اساسي جديد عادل منصف 2014، انطلق النقاش في 2014، توقف النقاش، انطلق مجددا في 2018، لكن ما كانش الاراده السياسيه مع الحكومه الحاليه مع الوزاره، هناك اراده، لكن للاسف انه في واحد اللحظه تم الانفراد باصدار نظام اساسي بالشكل اللي شفتوه بطبيعه الحال، اللي كله ملاحظات
وبالمناسبة راه حتى الشيء الذي هذا الشيء اللي اليوم في الفيسبوك راه ماشي هو فقط الملاحظات اللي عندنا كنقابة وطنية للتعليم، هناك أشياء كثيرة لهذا في هذا النظام الأساسي. الشيء اللي كنقولوا اليوم محتاجين المراجعة شاملة لجميع بنوده. نبغي نقول كذلك بأنه راه ماشي عاوتاني راه ما كاين فيه حتى شي حاجة إيجابية، لا بالعكس، كان واحد المكتسب أساسي جدا الذي يهم أزيد من 220 ألف من موظفي وموظفات التربية الوطنية، اللي هو الدرجة الممتازة. صحيح ماشي اليوم غادي يستافد منها الجميع، ولكن في السنوات المقبلة هذا حق من طبيعة الحال، حق اللي تحرموا منه بالنظام الأساسي ديال 2003 اللي ما عطاهمش هذا الحق ديال الولوج ديال الدرجة الممتازة، واللي هما الأساتذة ديال الإعدادي الابتدائي والملحقين الاقتصاد والملحقين الإدارة والاقتصاد والإدارة والملحقين التربوي وكذلك أطول الدعم. إذا مهم جدا هذا المكسب، هذا مهم كذلك التعويضات، رغم الملاحظات اللي عندنا على البعض منا اللي فيها هزيل والبعض اللي ما دخلش في التعويضات اللي غتبقى في التقاعد إلى آخره اللي مفهومة على الإطلاق المهام. إذا ممكن فيه بعض الأشياء إيجابية اللي خصنا تبقى مكتسب، ما يمكنش نرجعوا للحظه ديال الصفر ونبقاو حتى هذه ندخلوها كذلك في التفاوض. حنا كنعتبروا بهذا مكتسب ديال النساء ورجال التعليم، جاء عن طريق التفاوض وجاء كذلك نتيجه النضالات، نضالات تاريخيه الى جيت نعددها يعني راه غادي يصعب باش نذكر داك الشيء اللي دارته النقابه الوطنيه للتعليم بوحدها، يصعب باش نذكره على الاقل في هذه السنوات القليله. استاذ غادي نرجعك دائما للحوار وغادي نسولك، حيت كاين كتعرفوا دابا راه الهضره دايره، شنو المقاربه ديالكم لهذا الحوار خصوصا امام الحديث عن املاءات خارجيه؟ طيب مهم جدا نقول بانه النقابه الوطنيه للتعليم بطبيعه الحال دخلت لهذا الحوار هذا بمرجعيتها الفكريه بطبيعه الحال اللي كتربط بشكل جدلي ما بين السياسي والنقابي من جهه، وكذلك في عمق هذا الشيء هذا المطالب ديال النساء ورجال التعليم كتربطهم كذلك بالمطلب ديال الاصلاح ديال المنظومه ديال التربيه والتكوين، الاصلاح ديال المدرسه العموميه، باعتبار انه ما يمكنش نهضروا على شي تنميه بدون تعليم عمومي جيد وقوي، بدون كذلك التامين ديال الخدمات العموميه الى اخره. فاذا بغينا نهضروا على الحوار راه ثلاثه المقاربات اللي ممكن تكون شي مقاربه اخرى، اما غنديروا ندخلوا بمقاربه سياسيه للحوار، والى اعتمدنا فقط المقاربه السياسيه غنقول من الدول التابعه اللي عندها تبعيه للخارج، معناه انه كاين املاءات دوليه، كاين تحالف طبقي اللي يتحالف مع هذا الراس مال العالمي، معناه خصنا واحد الى بغينا نقولوا خصنا واحد التعبئه شعبيه قويه من اجل واحد الجبهه موسعه كذلك من اجل نظام عالمي جديد، ومن اجل ايضا دمقراطه الدوله والمجتمع، دمقراطه النظام السياسي في المغرب. وانا ذاك غادي نمشيو يعني خص النساء ورجال التعليم ينتظروا كل هذا المجهود هذا باش نمشيو نديروا الاصلاحات اللي بغينا في المنظومه ديال التربيه. كاين مقاربه ثانيه كذلك واللي البعض اليوم كيطرحها كذلك، نتاع انه غنجيبوا كل شيء، نجيبوا كل شيء، جميع المطالب الفئويه والعامه نجيبوها اليوم للحوار. الا كاين شي مطلب فئوي صغير ديال شي فئه معينه ما تحققش، يعني ماشي ما كاينش 100% غنرفضوا الحوار ونمسحوه. وكاين مقاربه اللي يمكن نعتبروها مقاربه تركيبيه ديال انه نقيموا المضامين كلها اللي غنحصلوا عليها من اي اتفاق ممكن، وطبيعه الحال نديروا ما يمكن تحقيقه للنساء والرجال التعليم بالمكتسبات ولا بالمرتكزات المبدئيه، لانه نبغيو نقولوا نبغي ناكد انه في البدايه ديال هذا الشيء ديال اللجان التقنيه راه كان واحد الخيار طرحته الوزاره، نتاع نديروا جوج الانظمه اساسيه، نظام اساسي خاص بموظفي وزاره التربيه الوطنيه اللي تابعين اللي كانوا في اللي كانوا الموظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي كانوا في النظام الاساسي 2003، ونظام اساسي خاص
اطر الاكاديميات المفروض عليهم التعاقد اليوم، ما بقاش غير اساتذه، رجعوا كذلك اطر الدعم، بمعنى نديروا جوج الانظمه اساسيه. بل كاين خيار اخر، تاع نخرجوا من الوظيفه العموميه ونديروا نظام اساسي اللي يمكن يكونوا فيه امتيازات. وبمناسبه راه قطاعات اختارت لكن خرجنا من الوظيفه العموميه، كان خيارنا هو الحفاظ على العموميه، الحفاظ على التعليم يكون كخيار. وهذا من صلب نضالنا ماشي فقط انتخابات التحكيم ككونفدراليه المنتخب الشغل، الدفاع عن المرفق العمومي، الدفاع عن الخدمات العموميه. ما كنشوفوش دوله ناجحه قويه دون خدمات عموميه قويه. والجائحه ديال كوفيد بينات لنا شنو اللي الدول اللي كانت متقدمه، التعليم والصحه، كيف كانوا جاهزين لمواجهه التحديات اللي كانت تما، لمواجهه الازمات اللي كانت غير منتظره في الوقت اللي الدول التابعه كانت تنتظر ما يمكن ان ياتي من ادويه الى اخره. وكذلك كان نظامات التعليم تقريبا مشلول، دارت محاولات في المغرب داك التعليم عن بعد، واللي دار ديك المحاولات هو المدرسه العموميه. امانت الى بغينا نقول واحد الحد ادنى ديال التعلمات بالوسائل المتاحه، منتها الجميع بما فيهم ولاد المغاربه اللي كيقراو في القطاع الخاص. اذا المقاربه هي هذه، دخول الحوار دون المس بالمكتسبات، الحفاظ على المرتكزات، والعمل على تحقيق المكاسب، يعني مكتسبات جديده من خلال تفاوض داخل هذه اللجان اللي كنقولوا، ولكن كذلك من خلال النضال. وهنا نبغي ناكد بانه فكرنا في النقابه الوطنيه للتعليم في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل نزاوج بين التفاوض والنضال. نبغي نقول اننا كنقابه وطنيه للتعليم طيله هذا المسار التفاوضي كنا في الساحه، اخرها الوقفات اللي تمنعات ديال 3 دو جنبير 2023، كنا 13 نوفمبر 22، كنا في 19 فبراير 23، كنا في الاضراب العام ديال 18 ابريل 23، كنا في المسيره كذلك اللي تمنعات التقمعات ديال 4 يونيو 2023. معناه كنا حاضرين في الشارع وكنا كذلك نفاوض، يعني نزاوج ما بين الامرين. لذلك انا اعتقد بانه هذه المقاربه الثالثه هي تركيب المقاربتين الاوليين، لكن بمعنى نجيب مكتسبات في ظل ثوابت مع الانفتاح للمستقبل بطبيعه الحال. حتى الاشياء اللي ما تحققش اليوم ينبغي ان نناضل من اجلها في هذه الجدليات ديال التفاوض والنظام. الى طلبت منك في كلمة، واش كاين إملاءات خارجية ولا لا؟ هو الأكيد ملي كنهضروا على دول تابعة كاين إملاءات خارجية، لأنه المؤسسات المالية المانحة ملي كتبغي تعطي كدير شروط. لكن راه كاين اختلاف ما بين الدول اللي هي فقدت بشكل نهائي سيادتها في التقرير، وما بين الدول اللي لا زالت إلى حد ما تحاول أن تشاهد في ظل هذه السياقات. ولذلك مهم جدا اليوم نضالنا يستمر، لأنه ماشي فقط غنقولوا نظام أساسي وراه انتهى الأمر، مازال النضال مستمر في مستويات متعددة. هنا كيحيني الأمر أنني نشوف واحد المفارقة بين ما هو تنسيقيات وما هو نقابات. واش نتوما ما كتشوفوش روسكم بانكم فقدتوا كما كنقولوا الثقه او داك لو بوا الثقل ديالكم مقارنه مع الثقل اللي ولا عند التنسيقيات والقوه اللي ولات عند التنسيقيات؟ هو صحيح الا بغينا نهضروا على التراجع ديال العمل النقابي، هو بعدا هو واقع عالمي ماشي فقط محلي. مع ذلك انا نقدر نقول يعني بانه النقابات في القطاع ديال التعليم لا زالت قويه ولا زالت حاضره. نشوفوا الانتخابات والنسب ديال المشاركه ديال 2021 المهنيه اللي كانت متقدمه، نشوفوا كذلك حتى هذا الوضع اليوم المحتقن قبل من التمرير الانفرادي والتهريب
ديال هذا النظام الأساسي المجلس الحكومي دون الأخذ بكل الملاحظات وبجوهر النقاش اللي كان في اللجان التقنية وفي اللجان العليا، راه كانت سنتين تقريبا ديال السلم الاجتماعي تقريبا، إلا من طبيعة الحال بعض الفئات اللي كانت كتخرج، بما فيها فئات كونفدرالية بالمناسبة، وبما فيها الكونفدرالية ديمقراطية الشغل اللي كانت خرجت مجموعة ديال المحطات علاقة بالتعليم والوظيفة العمومية. معناه أنه كانت ثقة في النقابات، وكانت واحد الثقة أيضا في هذه المؤسسة ديال الحوار الاجتماعي، للأسف اهتزت بشكل كبير لحظة من الأساسي، لأنه كل اعتبر أن ذاك النظام الأساسي هو منتوج مشترك للوزارة وللنقابة، لأنه جولات ديال الحوار ولجان ديال الحوار الجامع، اللجان التقنية واللجنة العليا، في نهاية المطاف خرج منتوج، الكل اعتبر أن ذلك المنتوج هو منتوج مشترك في إطار مقاربة تجاربية. ودرنا مجهود ومازالين كنديروه، نتاع نوضحوا مزيان، للأسف أنه الفيسبوك اليوم مازال كذلك كي يلصق هذه الاتهامات النقل. المسودة والمشروع اللي خرج لا علاقة له بما كان يتم تداوله في اللجان التقنية. ويكفي نقول أنه النسخة غير اللي تسربت، اللي سربتها الوزارة 22 يوليوز، لا علاقة لها بهذاك المشروع. ونقول فيه مثلا غير المادة واحد والمادة جوج، مثلا مادتين واضحتين تتحدثان عن الوظيفة العمومية، وتتحدثان عن إدماج الأسد المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، الشيء اللي ما كاينش في نهاية المطاف في المسودة. كذلك هذا ما يعنيش أنه عاوتاني التنسيقيات ماشي مغرية. التنسيقيات الفئوية عندها القدرات ديال التعبئة، لأنه مجموعة بشرية على مطلب فئوي كيكون تعبئة مهمة وكتعطي نتائج أقوى، عكس ملي كتعبأ على مطالب مختلفة قد لا يجد البعض فيها ذاته. دونك وهذا الشيء حتى اليوم الشعارات اللي معبئة اليوم، كاين الزيادة العامة في الأجر، كاين الإسقاط النظام الأساسي، إذن هذه الشعارات معبئة للمجموعة، ولكن اللحظة باش نمشيو للتجزئات الى اخره قد تتضارب بعض المصالح ديال حتى الفئات بيناتها. معناه التنسيقيات عندها قدره ديال التعبئه لانه تهم فئه معينه وتحقق زخم نضالي، وغادي تقدر تجيب كذلك مكتسبات، لكن للاسف غتكون مكتسبات جزئيه، مكتسبات جزئيه، ولكن ماشي ما عندهاش علاقه بما هو استراتيجي اللي ما يمكن ديرو الا النقابه، لانه في نهايه المطاف اليوم حتى النظام الاساسي نقادو نسقطوه نعدلوه ويخرج ونقبلوه كاملين، ولكن هل انتهى موضوع المدرسه العموميه؟ هل اصلحنا المدرسه العموميه؟ هل ستكون الجوده؟ هل ستتحقق الجوده؟ اذا انا ذاك شكون اللي غادي يلقاو في الساحه يناضل؟ سنجد النقابات المناضله الكفاحيه اللي غادي نلقاوها تستمر في هذا النضال في ربطه بالنضال السياسي، لانه ما يمكنش نهضروا على مدرسه ديمقراطيه دون نظام سياسي ديمقراطي، توزيع عادل المعرفة يقابله توزيع عادل السلطة. إذا هاد النضال الاستراتيجي ما يمكن ديرو إلى النقابة، لكن النضال ديال الفئوي أيضا معبئ وقوي، وكيقدر يجمع الناس اللي عندها مصلحة داخل الفئة معينة. أستاذي، دابا ملي كنهضروا على نقابات وتنسيقيات، رغم التوضيح اللي وضحتي، واش عندكم دابا شي ضمانات على انه في حال التوافق ما بينكم وما بين طرف المحاور، يعني ما بين النقابات وما بين الوزاره او الحكومه من بعد، واش اذا كان شي توافق ان التنسيقيات غيمشيو معكم في نفس السفينه، غيقبلوا بدوك داكشي اللي غتوافقوا عليه نتوما بيناتكم؟ انا اعتقد الى درنا نظام اساسي عادل منصف محفز موحد موحد، درنا التعديلات جوهريه اقول في هذا النظام الاساسي، الى حسنا من الاوضاع الماديه ديال النساء والرجال، راه هذا هو اللي خلاهم يخرجوا، ما خلاتهمش شي حاجه واحده تخرج. اليوم مطالب ديالهم ماديه اجتماعيه مهنيه، اذا تحققت بدون حتى النقابات، نفترضوا غدا القرار غادي يخرج الوزير ويقول لك انا درت وطبقت وفعلت ويخرج المراسم الى اخره، راه غادي يدخلوه، سي نورمال،
الناس ما خارجاش باش تخرج عشقا في الاضراب ولا عشقا في راه الوضع ديال الاساتذه اليوم ما كرهوش يرجعوا لوليداتهم يقريوه، ولكن بالمقابل كذلك ما بغاوش يسمحوا، وهذا حق ديالهم، يسمحوا في كرامتهم ويسمحوا في حقوقهم، بغاو ايضا يحققوا المطالب ديالهم كامله ويضمنوا الكرامه ديالهم وايضا تحسين ديال الشروط ديال العمل مستقبلا. بمعنى اذا كانت اتفاقات ترقى الى مستوى الانتظارات، اعتقد نساء رجال التعليم غادي يلتحقوا بالعمل ديالهم بشكل عادي جدا. واش ممكن لكم انتم كنقابه اليوم انكم الى الوزاره صرحت بالتحسين ديال الاجور، يعني زياده في الاجور، انكم ترجعوا للدراسه واخا ما كاينش هناك اسقاط لهذاك النظام الاساسي؟ سحكر عاود سمع طرح السؤال، واحد المكالمه جاتني عفاك. الا قلت لك واش تقدروا نتوما كنقابه تدعيوا للرجوع الى الحجورات والدراسه الى كان تصريح بالزياده في الاجور دون اسقاط هذاك النظام الاساسي؟ ان كنشوفوا قضية وقفت في انتظار ان الاستاذ ناصر يعود يلتحق بنا. ف اخوان الاسئله ديالكم خليوها للربع ساعه الاخيره باش غادي نعطيوها. تفضل استاذ ناصر. اسمعي الاخ كرم، دا كنسمعك انت اللي وسمعتي السؤال ديالي. سمعتو الاخ كرم، تفضل. سمعتوا راه تقريبا جاوبتك في الشكل في السؤال الماضي، قلت الا كان شي حاجه ملموسه نساء رجال التعليم غيلتحقوا، ما غينتظروش من نقابه الوطن التعليم ولا شي نقابه ومشي جهه تقول لهم يلتحقوا. اون فوا غادي يلقاو نتائج واجوبه كترقى الانتظارات ديالهم، غادي يكون السبب ديال خروجهم للتظاهر والاحتجاج انتفى، معناها غادي يلتحقوا بشكل عادي جدا. بل هم راه كلهم اصرار ورغبه نتاع يرجعوا يشتغلوا وكذا، ولكن شرطة تحقيق المطالب ديالهم اللي رفعوها طيلة هاد الشهرين، بل طيلة سنوات، راه مجموعة من الفئات كما قلت عمرت سنوات. قبيلة ذكرتي المدرسة العمومية وتجويد ولا تحسين المستوى ديال المدرسة العمومية، وكتهضروا عليها دابا بحرقة، وكتهضروا عليها دابا بواحد الحماسة، وكتهضروا بأنكم ضربكم النفس على المدرسة العمومية. طيب هذا مزيان، هذا مشكورين عليه، ولكن علاش اللي ما كانتش هادشي وعلاش ما وقفتوش وخرجتوا للاضراب قبل من دابا؟ علاش تجينا لهاد النقطه ديال الاجور عاد غربطوها بتحسين المدرسه العموميه؟ كاين البعض كيشوف فيها باش تكسبوا العطف والتعاطف ديال المواطنين، كاين البعض الاخر كيقول باش انكم دوروا البارابول عند مشكل اللي هو عام باش ما يبقاش خاص غير بالاساتذه. اش كتشوفه استاذي؟ فانا غير نعاود ناكد به انه ماشي حنا كنا في الشارع، بالمناسبه كنا في الشارع في سنوات حكومتين السابقتين دوزنا مع سنوات ايجاب، بل تم تمرير مجموعه من القوانين التراجعيه اللي ساهمت بلطرت الى بغينا نستعملوا هذا المصطلح هذا الطبقه المتوسطه، ما فيها شي ديال التقاعد، ما فيها المقاصات، ما فيها واحد المجموعه ديال القوانين اللي ضربت القدره الشرائيه ديال الطبقه المتوسطه وعموم الكادحات والكادحين في المغرب، ووقفنا وتصدينا ليها. ماشي اول مره غنخرجوا نقولوا الاضراب، كنقول كنقابه وطنيه للتعليم. قلت قبيلات راه الا جيت نرجع ونبقى نعدد في الاشكال الاحتجاجيه اللي درناها غادي يكون صعيب باش نوقف، صعيب واش على باش ندقق فيها هاد الاشكال. واش درتوها على قبل المدرسه العموميه ولا على قبل الاستاذ؟ اكيد اكيد اكيد، انا غادي نبغي نقول بانه في ملف ديال التعاقد مثلا كانت الكونفدرات ديمقراطيه الشغل اول نقابه، نعاود ناكدها ونسجل، اول نقابه اول مركزي اللي كتعبر على موقفها من الملف ديال التعاقد.
عبر واحد البيان اللي كان في غش 2016 قبل أن يتم تقنين تنزيل هذا التعاقد في الوظيفة العمومية. وأنا كنقول المكتب التنفيذي ديال الكونفدرالية ديمقراطية الشعوب. هذا الملف ديال التعاقد كذلك قبل أن يكون في الواقع تم رفضه من طرف الممثلين ديال النقابة الوطنية للتعليم السي دي تي في المجلس الأعلى للتعليم في الدورة العاشرة نتاعو إذا كانت تذكر العاشرة ديال المجلس الأعلى للتعليم في 2016 نوفمبر 2016. في 2017 درنا واحد المسيرة تاريخية ومن بعد نتقاسم معك الصور ديالها اللي كانت ضخمة جدا، ولكن ما درناهاش كنقابة الوطنية للتعليم بوحدنا بالمناسبة. وزعنا واحد 400 ألف منشور على المنازل في مختلف مناطق المغرب. كنمشيو دو بورت ا بورت وكنحطوا هذا المنشور اللي كنحضروا فيه من هذا الشيء اللي كيدار المدرسه المباشره في التاريخ. نتقاسم معك المنشور ونتقاسم معك البيان ونتقاسم معك الصوره ديال هذه المسيره اللي درناها في ابريل 2017. وكان الشعار ديالها ما كانش شي حاجه المطالب حاضره ديما، ولكن كان العنوان العريض الدفاع عن المدرسه العموميه. وكنقولوا للناس المدرسه العموميه في خطا، وغادي نتقاسم معك الوثائق السياسيه. شكرا استاذ. 2018 كذلك نزلت جو 19 تكرين كوفيد النهايه ديال كوفيد ديالو تسجينا في واحد. دائما نتعرض للقمع وللمنع والحصار في الكونفدرالية. نبغي نقول كذلك بانه اول نقابه اللي كدير موقف بعد تمرير قانون هذا النظام الاساسي في المجلس الحكومي درنا بلاغ ديالنا كمباشره بلاغ ديال المكتب في المضامين، واستنكرنا واعتبرنا بانه هذا الخرق ديال المنهجيه التشاركيه خرق سافر ل بانه هذا خرق سافر للمنهجيه التشاركيه اللي كانت في اتفاق ديال 14 يناير. معناها كنا حاضرين من اجل المدرسه العموميه دائما، لكن راه يصعب نفصلوا عاوتاني المدرسه العموميه ونفصلوها ونقولوا ودي راه الاوضاع الماديه والمهنيه تبقى مارجينال ولا هامشيه. الدفاع عن المدرسه العموميه في قلبه يقتضي الدفاع عن المصالح الماديه ونساء ديال النساء ورجال التعليم والعاملين بها، الاستاذ المفتيش المدير الموجه المخطط الملحق كلهم هادو ايضا هما اللي كيقدروا يجودوا لنا المنظومه. بمعنى خصنا نهتموا بوضعهم الاجتماعي والمادي والمهني كذلك، ولكن شعارنا الكبير هو الدفاع عن المدرسه العموميه ماشي مطالب خبزية صرفة. ذكرتي القمع وذكرتي الوقفات وذكرتي المسيرات، وهذه غادي نرجعك للوقفة الاحتجاجية اللي كان مجمع تنظيمها الأحد بالرباط، حاز إلى ما خانتنيش الذاكرة كانت تم المنع ديال هذه الوقفة. هذه مهم، واش كاين شي قراءة لهذه الوقفة هذه؟ هو بداية ما يمكن إلا نردو ونستنكرو بالتضييق على الحريات بشكل عام، والشي ديال المتابعات اللا قانونية للنساء ورجال التعليم للصحفيين المدونين وغيرهم. هذا القمع اللي كتعرض ليه الكونفدرالية ديال الشغل هو قمع ممنهج وواضح، لأنه ما حدث في 3 دو جنبير واحد مؤشر شوية خطير، ماشي فقط دابا غير تحرمنا من الحق ديالنا باش نديرو مسيرة، بل وصل الامر في واحد المجموعه ديال الجهات تحرموا باش يديروا حتى الوقفه، ما خلاهمش يديروا غير الكلمه بعدا والوقفه الى اخره، حرموهم وحرموا الناس يولجوا حتى المقرات. تمت محاصره المقرات، حاصروا الناس باش ما يدخلوش حتى ينفذوا الوقفه داخل احدى المقرات، وبل في جهات اخرى اصدروا منعا بالتنقل. تخيل معي انه صدروا منع التنقل المناضلات والمناضلين باش يمشيو يلتحقوا بالعاصمه ديال الجهه او بالمنطقه النقطه اللي غادي تكون تنفذ فيها هذه المسيرات الجهويه ذات البعد الشعبي بطبيعه الحال، لانه البعد الشعبي لانه درنا مراسله للاباء والامهات على كذلك عندها علاقه باقحامهم، لانه التعليم والمدرسه العموميه هي شان مجتمعي، شان ديال الجميع ماشي شان ديال النقابه، شان ديال النقابه ديال الحزب ديال كل ديال المجتمع المدني وديال الاباء والامهات وديال كل مكونات الشعب. هذا شان مجتمعي خص الكل ينخرط في الدفاع على هذه المدرسه العموميه
اللي بقات لينا حنا كمغاربه، هي اللي بقات لينا كمغاربه. دونك انا كنعتبروا اللي قمعوا الممنهج ملي كنقول ثلاثه دو جنبير، راه ماشي هذه المحطه الاولى، راه تقمعنا وتمنعنا من المسيره الوطنيه في 4 يونيو 2023، ما خلاوناش نديروها في الدار البيضاء. تقمعنا في المسيرات الاقليميه الكونفدراليه درنا 19 فبراير 2023. اكثر من ذلك المربيات ومربو التعليم الاولي الكونفدراليين ما خلاهمش يديروا مسيرات انطلق من امام البرلمان، حاصروهم وخلاهم نفذوا غير الوقفه. معناه هذا حصار ممنهج ويستهدف فيها العمل المنظم، العمل المنظم، العمل النقابي المنظم اللي كينخاف من طبيعه الحال في اطار مشروع ديال التغيير الديمقراطي، وكنعتبروا بانه كاين استهداف الكونفدراليه الديمقراطيه. مهم، انا عارف بانك متبوع بالوقت استاذي، اذا كان باقي عندك شويه ديال الوقت نشوفوا الاسئله ديال المتتبعين، اذا ما عندكش الوقت مرحبا. مرحبا، في حدود واحد 10 دقائق ماشي مشكل. صح، مرحبا. اذا نبداو هنا اول سؤال، بعدا هو اللي كيطرح كل شيء. انتوما كنقابه او كمحاورين، اشنو كتقولوا على قبل الاساتذه ديال التعاقد؟ واش مدخلينهم حتى هما في هذا الملف المطلبي ديالكم؟ وتا هو من الامور اللي لا بدا يتلقى ليها حلول باش ترجعوا للفصل والحجورات، ولا تقدروا الى تقادت الاساتذه غير متعاقدين ترجعوا تخليهم هما عاوتاني يواجهوا المصير ديالهم بوحدهم؟ اولا هذا النقاش اللي كان في هذه الايام ثلاثه والضوء اللي عنده علاقه بما هو مادي راه كيشمل الجميع، كيشمل لا اللي مفروض عليهم التعاقد ولا اللي راهم اللي كانوا تابعين للنظام الوظيفه العموميه والنظام سابقا النظام 2003. قبيلات راني وقفت على واحد فقط من الاشياء اللي انقلبت عليها الوزاره في الصيغه النهائيه اللي صدرتها في الجريده الرسميه واللي دوزات على المجلس الحكومي، كانت واحد الماده واحد والماده جوج. راها اليوم راها موجوده، نشوف الى نشوف هنايا بغيتي نقرا عليك كاع. الماده واحد الماده جوج كتقول، الماده واحد والماده جوج تتحدثان اولا باللي هذا النظام الاساسي راه داخل الوظيفه العموميه، وتتحدثان الماده الثانيه تتحدث بانه اللي كانوا توظفوا اللي تابعين 2000 النظام 2003 واللي توظفوا في اطار الاكاديميات، هاد الجوج راهم في هذا النظام الاساسي داخل الوظيفه العموميه. معناه هذا كان في الحقيقه شرط اولي باش مشينا كنتقدموا في اللجان التقنيه. لو ما حسمناش هذه النقطه ما كناش غنزلوا. وبالمناسبه في جميع الجولات لم يسبق ان تمت الاشاره لشي كلمه سميتها الموريد البشري ولا الموارد البشري. حتى في اخر صيغه اللي تلقاوها الاخوان ديالنا الكتاب العامون في 20 شو تنبير تم الانقلاب على المادتين، ولكن درت ماده واحده وكان الحديث فيها على الموظفين. الصيغه النهائيه فيها الموارد البشري. معناه هذا النقاش ديال التعاقد كان في العمق وفي الصلب ديالنا كحركه نقابيه، بل هو كان في الاولويات ومازال اليوم. بمعنى المستوى المادي راه غادي يشملهم كل شيء. هذا الملف ديال التعاقد ايضا مطروح من الملفات اللي خصنا نعالجوها باش ننهيو مع الاحتقان في المنظومه وباش نساء رجال التعليم. هاد 140 الف اليوم، وهذا هو المستقبل دابا ديالنا، هذا خص يكون عندهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني اللي كيخليهم يكونوا في واحد الوضع ديال العطاء، وفي الوضع كذلك اللي ساهموا في التجويد ديال المدرسه العموميه. سؤال هنا كيقول لك، الدفاع عن المدرسه العموميه يتمثل في اسقاط القانون الاساسي وادماج المفروض عليهم التعاقد والغاء قانون تسقيف المباراه. عضو سيتي يتحدث عن شعارات وفقط عن شعارات فقط، هل بمقدوره الكشف عن مضامين الحوار اليوم الاربعاء 6 نوفمبر؟ هذا السي محمد الزين. الاربعاء 6 نوفمبر واش كيقصد الاربعاء 6 دو جنبير؟ انا كنظن كيقصد دو جنبير. كيقصد الاربعاء 6 دو جنبير، فالحوار كان فيه تفييق ديال الملفات اللي عندها الكلفه الماليه، وكان النقاش نتاع وبدا الانطلاق في بعض الملفات. هذا هو اللي كان في الاربعاء.
استمر كذلك النقاش في الملفات الفئوية يوم أمس على أساس استكمال ديالها اليوم. اليوم تم استكمال جزء كبير منها وحصل فيها تقدم، ولكن راه ماشي شيء نهائي، تكون واضحين. لذلك الإعلان على نتائج نهائية يصعب. من اللحظة فاش تكون نتائج النهائية آنذاك راه سيتم الإعلان عنها. كذلك كان هذا الموضوع ديال الزيادة العامة في الأجر، لأنه كاين الملفات الفئوية واللي ما يمكنش تخلاو عليها كنقابة وطنية التعليم ولا كحركة نقابية أساسية جدا، ولكن كاين زيادة عامة في الأجر. إذن هذا هو اللي كاين. الملف ديال التثقيف ديال السن النظام الأساسي هادشي طرحناه في اللجنة التقنية وقلنا ما يكونش، وكان اتفاق ما يكونش، ولكن اللحظة باش تم التهريب ديال النظام الأساسي تم إقحام السن في النظام الأساسي بشكل يعني غير مفهوم، كما تم إقحام داك الشيء ديال التعويضات بشكل غير مفهوم، لأنه اتفاق 14 يناير يتحدث عن في الآخر صفحة في اتفاق 14 يناير اللي رجع ليه فيه بأنه غادي يتم في إطار مقاربة تشاركية الإصدار ديال المراسيم مرسومي التعويضات ومرسوم مراكز التكوين وغيره. بمعنى هذا الإقحام ديالو كذلك حتى هو جزء من هاد الصناع ديال هذا النظام الأساسي يمكن كانت عندهم رغبة نتاع يفجروا هذا الشيء ويديروا هذه الإشكالات. سؤال آخر، أخت مباركة كتقول لك ما هو موقف النقابات بعد المصادقة على القانون المالية 2024؟ هذه إلا بغينا نتكلموا على الأجور. اليوم تم التأكيد على أنه كان الإمكانية ديال إدراج كل هاد الإسقاطات المالية في الميزانية ديال 24. هذه مسألة تقنية، وزير المالية أكد أنه ممكن يدير أشياء. يعني خص غير الاتفاق. كان قبيلة غير الاتفاق. نعم. أستاذ الزميل عبد الله مستعين كيقول لك هل تمت مناقشة كل الملفات الفئوية في شموليتها وما الحلول المقترحة؟ أم أن نظارة الأساتذة وأطر الدعم يتم استعمالها كورقة ضغط من طرف النقابات على الحكومة كل ملفات محددة؟ ودابا للاسف هذا الشيء يعوج في فيسبوك، راه كاين مثلا التوجيه والتخطيط كيدافعوا عليه اعضاء المجلس الوطني، احنا ما كاينش قاعد في هذه التوجيه والتخطيط، بل في اللجنه المحاوره كاين اللي مقبل حتى التقاعد، كاين اللي مقبل عام عامين التقاعد، معناه حتى خارج الدرجه اللي غادي تجي ولاد الامتيازات اللي غادي تجي ما غيستافدش منها بالنظر لهذا الاصلاح ديال التقاعد المشؤوم اللي داز، بمعنى ما عندوش حتى ديك 8 سنين الاخير. معناه هذا الكلام ديال الفيسبوك اللي فيه اتهامات مجانيه ومجانبه للصواب، ما كاينش شي ملفات بعينها اللي مستهدفينها، كل الملفات اقول ونعاود نقولها، كل الملفات طرحت للتفاوض، جزء منها حصل فيه تقدم، نعاود نقول ماشي حسم نهائي، حصل فيه تقدم، وجزء ما زال فيه النقاش، لانه دابا حنا شي بغيناه ما غاديش نمشيو للاجر فقط، الا مشينا غير الاجر وزدنا في الاجر وخلينا الملفات الفئويه دار عاوتاني غادي يطرح اسئله وكانه غادي نخليو اسباب ديال الاحتقان في الساحه. اذا خاصنا المراجعه ديال الاجور ديال النساء ورجال التعليم كاملين، ولكن ايضا خاصنا نعطيو اجوبه منصفه ومقبوله، منصفه ومقبوله للمعنيين في كل هذه الملفات هذه الفئويه اللي تراكمت وراه تجاوزت 23 ملف. أستاذ السي حسين فالك يقول لك واش كاين شي نسبة ديال الأساتذة المضربين؟ علاش؟ لأنه كاين واحد مداخلة أخرى ديال السي فرح الأزهري كيقول لك في إحدى القرى الدراسة مستمرة لا تشملهم الإضرابات كأنهم راضين عن الوضع. يعني هذه راه تكملة لهذيك القضية ديال اللي باغي يعرف النسبة ديال الأساتذة المضربين. صدقا انا ما عنديش ارقام محدده، ولكن نسب ديال الاضراب مرتفعه جدا وغير مسبوقه، يعني غير مسبوقه بشكل مستمر. كان اضرابات دازو، نقدر نقول الاضراب ديال 3 يناير 2019 حتى هو كان واحد الاضراب وحدوي كان فيه واحد الارقام، ولكن ديال اليوم اما بهذا الشكل هذا بهذا الزخم هذا يعني نسب متقدمه جدا. صحيح بعض الفئات انا كذلك على الاقل قالوا لي المؤسسات الابتدائيه في واحد مجموعه المناطق كاين فيها نسب ديال الاضراب ناقصه، ولكن بشكل عام بشكل عام هذا اضراب يعني ناجح واضراب اللي مشروع عنده علاقه بمطالب اللي عمرت طويلا، والصبر ديال النساء ورجال التعليم كما نقولوا تقاضى
خاص التفات لهم التفاتة حقيقية اللي كترقى الانتظارات ديالهم، كترقى كذلك هذه الرسالة النبيلة اللي كيديروها. راه الرسالة ديال التعليم رسالة نبيلة ينبغي أن نعطيها الاعتبار، المجتمع خص يعطيها الاعتبار ديالها، الدولة والمجتمع ينبغي أن يثمن هذه المهنة هذه، وينبغي أن يكرم ويشرف نساء ورجال التعليم. على أجندة التعليم، العطلة غدا تنتهي يوم الأحد، يوم الاثنين يوم دراسة، واش كاين شي دراسة؟ أنا شخصيا مدرب نتمنى جميعا أنه غدا وبعد غدا تكون الأجوبة المادية على الأقل نحسموا فيها، لأنه إحنا في نقابة التعليم راه ماشي فقط عاود الجانب المادي، الجانب المادي مهم وأساسي وخص يرقى الانتظارات، ولكن بالمقابل كذلك خاص المراجعة الشاملة للبنود ديال النظام الأساسي. احنا كنهضروا على السقيف ديال 30 سنة، كنهضروا على المهام ما اكتفوش فقط هاد الصانعي والمهندسين ديال هاد النظام الأساسي، ما اكتفوش بزيادة في المهام، بل مشاو لمادة أخرى وكيقولوا يمكن إضافة مهام أخرى إلى آخره. معناه خاص واحد المراجعة الشاملة. بالنسبة لنا كنقابة وطنية للتعليم درنا واحد اليوم دراسي وقدمنا فيه واحد القراءة لهاد كل الثغرات اللي كاينة، لا ما تم خرقه في اتفاق 14 يناير، ولا التراجعات اللي كاينه على 2003، ولا حتى فلسفه هذا النظام الاساسي. عندنا ورقه متكامله، اللحظه فاش غادي نوصلوا للتعديلات الاسبوع المقبل غادي نكونوا في الموعد. نتمناو كما قلت هذا الجانب المادي نحسموه فيه في هذه اليومين، ونتمناو كذلك ما نتعطلوش نوصلوا لل 15 يناير في اسبوع نحسموا حتى في التعديلات ديال النظام الاساسي بالشكل اللي يرقى الانتظارات الحركه النقابيه وديال النساء ورجال التعليم مختلف فئاتهم، باش يرجع الامور للوضع الطبيعي ديالها، ويرجعوا التلامذ الاقسام ديالهم ويستافدوا من الحق ديالهم. استاذ ناصر، اخر سؤال هو السؤال اللي كيطرحوه ولاد الشعب، واش كتظن بانه باقي امل اننا نتداركوا هذا الشيء اللي ضيعناه في هذه البداية؟ دابا 3 شهور دابا باش عباد الله بدات القراية، باقي ما كاين حتى شي حاجة. وفي نفس السياق، واش بالإمكان أننا يكونوا عندنا طلبة أو يعني الناس اللي غيخرجوا للشغل مناصب عليا وغيكون عندهم مستوى نيت، خاصة مع داك التراجع اللي كان طرا في أيامات كورونا، لأنه يعني تاهو راه ما كانش فيه التعليم بالشكل المطلوب، ودروك احنا ضيعوا 3 شهور، كي غادي يديروا؟ واش غادي نقدروا نوصلوا لان غيكونوا عندنا ناس يعني في المستوى اللي يعني اون كومباريزون بالموازاه مع المستوى الدراسي ديال اللي خصو يكون؟ في الحقيقه جزء من المسؤوليه كتحملها الدوله، كتحملها الوزاره، الحكومه والوزاره اساسا اللي خصها تلقى دي بلون اللي هما فعلا ما كنهضروش على لا ما كنهضروش على ماني المسؤول. واش انا جاي ممكن انا جاي واش ممكن انا جاي معاك سحكه علاش قلت المسؤوليه جزء مهم كتحمله هي خاصها تدبر تخطط كيف ممكن معالجه هذا الوضع هذا اللي والتاخر ديال الولوج ديال التلامذ للدراسه. لكن اللي نبغي نقول بانه انا على يقين باللي النساء ورجال التعليم مختلف الفئات ديالهم التدريس وغيرهم ما غاديش يدخروا شي جهد باش يعوضوا التلامذ ديالهم بكل الوسائل المتاحه، وانهم يقدروا يضحيوا بخارج حتى الاوقات العمل ديالهم مستقبلا. شرط انا اقول شرط نحقوا لهم كرامتهم، نجاوبوا لهم على الانتظارات ديالهم، يرجعوا الاقسام مرفوعي الراس. هذا هو اللي كنسحق. كاين واحد على مهم، هي دعابه ولكن هي في الصميم، واحد الصديق ديالي اللي مسكين مرض نفسانيا، كنهضر انا وياه قبيله، هو كيهضر نوبه كينسى، وقال لي لو كانوا عندي الاولاد كنت دعيت الوزير ديال التعليم على حرمان ولادي من الحق في التعليم، هذا حق دستوري وهو حرمني منه، ندعيه في المحكمه نوصل معاه لشي مواصل. ما بقى لي الا نشكرك استاذ ناصر انا على قبول ديالك هذه الدعوة والحضور معنا في هذه الحلقة هذه بصفتك عضو اللجنة التقنية للنظام الأساسي، وأيضا عضو
نعتبر وطنية للتعليم للمنضوية تحت لواء لا سي دي تي، كونفدرالية ديمقراطية للشغل. كنشكرك على سعة الصدر وعلى التوضيحات اللي قدمتي لنا، ونتمنى نلتقي بك في موضوع قادم إن شاء الله، إما في نفس سياق المشاكل ديال التعليم ولا فيما هو بيداغوجي إن شاء الله. بارك الله فيك سي حكام، نخلي لك نتمنى كلمة التلقاو أخيرة ونجيبوا نتائج مثل غير التعليم. إن شاء الله، كلمة أخيرة أستاذ نصر. كنشكرك كنحييك، ونبغي نقول بانه هذا الحراك في الحقيقه نعاود نقول قلت هذه الفكره نعاود ناكد عليها، انه من اهم الاشياء يمكن اللي جابها لينا كمغاربه هو انه اعاد نقاش المدرسه العموميه للمكان الطبيعي ديالو، اعاده وجعل منه شانا مجتمعيا. اليوم كل الاسر تتحدث عن هذه الازمه، تتحدث عن المدرسه العموميه، تتحدث كذلك وتقترح المخارج المداخل لحل هذه الازمه، وكذلك ما زالت يعني تحتضن الاستاذ، تحتضن المدرسه العموميه، وهذا الشيء اللي هو ايجابي جدا. نتمنى انه يتم الاجوبه على كل الانتظارات اللي رفعها الحركه النقابيه في القادم من جولات ديال الحوار، بالشكل اللي نهيو من الاحتقان ونتوجهوا ونطلقوا فعلا لشي افق ديال الاصلاح، لانه هذا غادي يكون غير منطلق. القضيه ديال الاصلاح ديال المنظومه فيها مستويات اخرى متعدده. نتمنى انه نحيدوا هذا الفتيل ديال الاحتقان وهذه الازمه هذه، ونتوجهوا للافق ديال الاصلاح ديال المنظومه. شكرا استحكار على الاستضافه. شكرا لك ايضا، هنا كنتوجهوا للناس صناع القرار، كنتوجهوا للناس على اعلى مستوى، راه يمكن توجهوا الى السده العاليه بالله صاحب الجلاله، ونقولوا له هذاك الدستور صاحب الجلاله اللي سهرتي عليه في 2011 باش ان المغاربه يصوتوا عليه، وصوتوا عليه المغاربه، كيتضمن بان عندهم الحق في التعليم، وهاد الناس حرموهم من الحق في التعليم، بان هاد الوزاره الوزير اللي عينتي يا صاحب الجلاله راه شوف اش كاس كيدير، يعني ها هما الواو صافي، ما سدوا سبل الحوار، وبالكين كيتحاوروا ببطء، حوار السلحفات ولا حوار الحلزون. اذا حتى لين غادي يبقى هاد الامور؟ الى ما كانتش العصا ديالك سيدنا، ما كنظنش انه غادي يكون هناك حل، لان غتبقى الامور مرخيه بحال هكا. قولوا نتوما شد الحبل، نتوما تقولوا احنا ما باغينش، وزيد عطل تقهروا نتوما، احنا نبقاو نقطعوا لكم الاجور بسبب الاضراب، وحنا ما رادخينش لكم، غنبقاو مستمرين في الاضراب، وهي راه واخا الاضراب حتى هو راه حق من الحقوق ديال الدستور، حنا كنقتطعوا لكم لان درنا داك القانون ديال الاضراب وما نتوش هضرتوا عليه، وما درتوش بحال الوقفه اللي درتوا دابا الى اخره. مهم، كنتمنوا انه تلوح في الافق شي سبل ديال الانفراجه. بغينا يكون عندنا مغرب زين من هذا، لان المغرب بلد جميل، وما يستاهلش يكونوا على الراس ديالو بحال هاد الناس هادو اللي ما كيفكروش في الخير لهاد البلاد. كنشكركم جميعا على حسن الاصغاء والمتابعه، ونرجو البارطاج على اوسع نطاق. كنشكر الضيف الكريم استاذ ناصر نعناع، كنشكر من خلاله شغيلة التعليم، ونعلن تضامننا مع موقع الأساتذة المضربين، وبقاو تكتبوا في الأسئلة والملاحظات ديالكم في الأسفل ديال هاد اللايف. وقبل ما نختم كنشكر الناس ديال ريجي سي نبيل، كنشكر سي أيوب اللي خلف الإضاءة والكاميرا. وإلى هنا أستودعكم في أمان الله، وإلى حلقة مباشرة إن شاء الله في القريب. السلام عليكم.